جربتي تحطي البيض على البصل؟ وصفتنا النهاردة يا جماعة وصفة خطيرة، متأكدة لما تجربوها تعجبكم جدا بإذن الله. وصفة اقتصادية وسهلة جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي فوق ما تتخيلوا. يا ريت قبل ما نبدأ لايك وشير لمطبخ دعاء سليم عشان القناة تكبر بيكم وليكم. نشوف كده على طول هنبدأ ونعمل وصفتنا ازاي. أول حاجة أنا معايا البصل حجمه متوسط، هبدأ كده أقطع البصل كده بالسكينة من النص. هبدأ دلوقتي بقى أقطع البصل معاكم على شكل شرايح كده رفيعة، احنا مش عايزين الشرايح معانا يا جماعة تكون تخينة، هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه معانا ده. كمية البصل اللي انا هستخدمها معايا النهاردة هي 4 حبات من البصل. حجم البصل زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة معايا حجمه متوسط. هقطع الكمية كلها كده بنفس الطريقة واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. هبدأ دلوقتي اضيف للبصل ده معايا مية بالشكل ده، تمام. هغطي كده البصل معايا بالمية وهضيف دلوقتي عليهم معلقتين من الملح. ايه فايدة المية بالملح دي يا جماعة؟ بنضيع بيها مرارة البصل مش اكتر من كده. فانا ببدأ كده اضيف معاكم معلقتين من الملح وابدأ اقلب البصل ده كويس جدا واسيبه لمدة 2 لـ3 دقايق بحيث ايه المرارة كلها تنزل في المية، وبعد كده هنغسله كويس جدا ونصفيه ايه من المية دي تماما. انا في المرحلة دي بدأت اصفيه كده من ميته خالص، هشطفه معايا وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بالظبط. لازم يا جماعة البصل دي ما يكونش فيه اي نسبة مية خالص، مش عايزين مية معانا في الوصفة. كده خلاص انا هصفيه كويس جدا ونشوف ايه الاضافة اللي احنا هنضيفها بعد كده. هحتاج معايا حوالي نص حزمة من البقدونس. البقدونس طبعا غسلاه ومصفيه كويس جدا ومجففاه من المية، تمام. وابدأ اقطعه بالشكل اللي شايفينه معايا ده، انا عايزة التقطيع يكون تقطيع صغير. كمية البقدونس اللي هستخدمها معايا نصها هحطها معايا في الوصفة والنص التاني كده هنزين بيه ايه الطبق بتاعنا. فانا ببدأ اقطعه معايا كده حجمه صغير جدا بالشكل اللي شايفينه معايا ده، وكده يبقى تمام البقدونس معانا جاهز. تاني حاجة هنضيفها مع بعض هي البطاطس. انا هحتاج كده معايا حبة بطاطس واحدة بس، هبشرها بشر ناعم. اهم حاجة بقى يا جماعة ان احنا بعد ما نبشر البطاطس معانا لازم نصفيها كويس جدا من ميتها، احنا مش عايزين البطاطس برضو يكون فيها مية. فبعد كده ما تبشري البطاطساية هتصفيها كويس جدا. كده البصل بتاعنا خلاص جاهز، صفيته كويس من ميته. ودلوقتي هبدأ اضيف كده عليه البيض. طبعا يا جماعه كميه البيض ترجع على حسب كميه البصل اللي هتستخدميها انت. كده وانت بتقلبي هتشوفي لو محتاج بيض تاني زودي. ودلوقتي كده هبدأ اضيف معاكم معلقتين كبار من البقدونس، وهنضيف دلوقتي معانا البطاطس. طبعا يا جماعه بعد ما صفيتها من ميتها تماما، انا مش عايزه فيها ميه نهائي. كده ضفنا البطاطس معانا وضفنا البقدونس، هنبدأ دلوقتي نضيف معانا ايه البهارات. البهارات اللي هستخدمها معاكم النهارده بهارات بسيطه جدا. اول حاجه كده معايا نص معلقه من الملح، معايا ربع معلقه كده من الزعتر، لو مش متاح عندك الزعتر استغني عنه مفيش مشكله خالص. وهضيف دلوقتي كده معايا نص معلقه كده من الكمون، نص معلقه كده من الفلفل الاسود، وهضيف برده معايا شطه. ممكن تستغنوا عن الشطه وتحطوا بدلها بابريكا، براحتكم خالص زي ما بتحبوا. الاضافه اللي هنضيفها بعد كده هي دقيق الذره. دقيق الذره يا جماعه بيبقى طعمه حلو جدا في الوصفه دي. لو مش متاح عندك دقيق الذره ممكن تحطي بداله دقيق عادي مفيش مشكله خالص. احنا هنحتاج في الوصفه بتاعتنا 4 معالق من الدقيق، انا حطيت معلقتين كده من دقيق الذره ومعلقتين من الدقيق العادي. مش متاح عندك الدقيق الذره اللي هو الاصفر استخدمي 4 معالق من الدقيق القمح اللي هو العادي. بكده اكون حطيت كل المقادير كده معايا بالشكل ده. المفروض بقى ان انا دلوقتي ابدا اقلب بقى الخلطه دي كلها مع بعضها. حسيت كده ان البوله معايا صغيره فجبتها كده في بوله كبيره وبدات اقلبهم بالشكل اللي شايفينه معايا ده. لازم بقى نتاكد كده ان احنا قلبنا ايه البهارات مع بعض كده، والبصل والبيض والخضره، تمام، وطبعا البطاطس. اقلبهم كده مع بعض كويس جدا. وزي ما قلت لكم يا جماعه كميه البيض دي ترجع لكميه البصل انت هتستخدميها. لو حسيت ان البصل محتاج بيض تاني زودي. انا بالنسبه لي بعد ما قلبت كده كويس حسيت ان البصل محتاج معايا بيضه كمان فزودت بيضه كمان. كده تمام جدا الخلطه بتاعتنا جاهزه. هنبدا بقى نسويها مع بعض على النار. معايا طاسه على النار، اول ما تبدا تسخن معايا ببدا كده انزل معايا ايه بفنجان من الزيت. وهنبدا نجيب مع بعض كده بوله صغيره، اي بوله متاحه عندك او حتى طبق استانلس صغير، اي حاجه تشكلي بيها مفيش مشكله خالص، يعني مش شرط خالص البوله اللي انا استخدمتها دي. هنبدا كده نملى البوله معانا، واهم حاجه ان احنا نكبسها معانا كويس جدا عشان طبعا يا جماعه لما نحطها معانا في الزيت تكون متماسكه الى حد ما. انا كده بملى البوله معايا كويس قوي وهبدا دلوقتي احطها في الزيت وهتشوفوا كده هنحطها مع بعض ازاي. كده خلاص بكبسها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده معايا. كده تمام. دلوقتي هنبدا بقى نحطها في الطاسه بتاعتنا، هتشوفوا دلوقتي احطها ازاي. عادي جدا وطبعا بالراحه لان الزيت معانا سخن، فخلي بالك كده على ايدك. ببدا احطها بالشكل ده، بتبقى على شكل كره زي ما انتم شايفين كده معايا. نجيب كده بوله كمان برده بنفس الطريقه، بملى البوله معايا وبعد كده بكبسها وبعد كده ببدا احطها في الزيت.
طبعا يا جماعه ما ينفعش نقلب خالص في المرحله دي، انا الزيت بس بستناه ان هو يسخن وبعد كده ببدا اضيف كده ايه البصل معايا. بعد ما بضيف البصل ببدا اهدي النار بحيث ان انا اتاكد ان هو استوى كويس جدا والخلطه كلها استوت معايا، فما ينفعش ان انا اقلب على طول، وما ينفعش برضو النار تكون عاليه لان طبعا هيتحرق من بره او هيتحمر ومن جوه يكون ني. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي بجد طعمها فعلا فوق الوصف، حلوه جدا جدا طعم البصل يا جماعه. عايزه اقول لكم حاجه كده سكر، هتجربوها انا متاكده يعجبكم جدا باذن الله. ببدا كده احط كده برضو معاكم واحده تانية بنفس الطريقه، وطبعا يا جماعه مش هقلب خالص غير لما اتاكد ان هو خد معانا لون من تحت، وبعد كده هبدا اقلبه معاكم واوريكم انا هقلبه ازاي. دي كده اخر واحده هحطها معاكم، وهستنى بقى لما ياخد معايا لون كويس كده من تحت، وبعد كده هبدا اقلبه على الجهه التانيه. كده تمام جدا، شايفين متماسك ازاي؟ طبعا يا جماعه البيض والدقيق بيخليه يتماسك معاكم بالشكل ده. في المرحله دي هو كده خد معانا لون كويس جدا، هبدا اقلبه كده على الجهه التانيه، شايفين لونه ما شاء الله حلو جدا. هنقلب بقى الكميه كلها كده بنفس الطريقه، وبضغط عليها كده يا جماعه عشان اتاكد ان هي تستوي معايا كويس قوي من الناحيه التانيه، بس مش اكتر من كده. كل واحده بقلبها ببدا اضغط عليها كده بالاسباتيول. برضه هنقلب التانيه مع بعض كده، وزي ما قلت لكم البيض هو اللي بيخليه يتماسك معانا. قديمي بقى معاه مخللات خيار طماطم زي ما تحبي براحتك خالص، بجد طعمه حلو جدا. في العيش البلدي كمان يا جماعه طعمه فعلا رهيب. كده خلاص انا هستنى كده لما ياخد معانا لون ويستوي معانا كويس جدا، وبعد كده هطلعه واوريكم شكله هيكون عامل ازاي. كده خلاص هو استوى معايا كده من الجنبين، وزي ما قلت لكم النار بتكون متوسطه. هطلعه كده معايا على مناديل المطبخ عشان يشرب اي نسبه زيوت موجوده فيه. شايفين لونه حلو ازاي؟ ما شاء الله حلو جدا جدا. طبعا يا جماعه انا هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه، هقلي برضو باقي الكميه زي ما شفتوا كده معايا. انا دلوقتي في المرحله دي مهديه النار تماما، وهبدا دلوقتي كده اضيف باقي الكميه، احمر الكميه كلها واوريكم بقى الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. ادي كده البوله معانا بنبدا نضيفها بالشكل ده، ومش هنزود معانا زيت تاني يا جماعه، هي كميه الزيت الموجوده في الطاسه كويسه جدا هتكفي معانا. هكمل كله كده بنفس الطريقه تمام، هوريكم بقى دلوقتي الشكل النهائي هيكون عامل ازاي في التقديم. بصراحه حلو جدا جدا طعمه يا جماعه فعلا رهيب. جربوا البصل بالطريقه دي، الناس اللي بتحب البصل دي ألذ وصفه بصل بجد ممكن تجربوها. ده شكل الطبق بتاعنا، رصيته كده في الطبق، وفي كميه تانية على فكره في طبق تاني ما شاء الله حلو جدا جدا. قدمت طبعا مع الخيار ومع المخلل حلو قوي قوي، وطبعا الشطه ومعانا الطماطم براحتكم خالص زي ما تحبوا، التقديم ده يرجع ليكم او الحاجه اللي انتوا بتحبوا تاكلوها مفيش مشكله خالص. عايزه اقول لكم بقى ان طعمه فعلا حلو جدا، لازم تجربوه وتقولوا رايكم في التعليقات. اتمنى فعلا تجربوه وتقولوا رايكم، يهمني جدا جدا. بكده وصفتنا النهارده تكون خلصت، اتمنى فعلا تكون عجبتكم، واتمنى فعلا ان انتوا تجربوها. يا ريت لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم عشان القناه تكبر بيكم وليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.